أعتقد إنه يعني هذا هو نوع العمل المجتمعي اللي بيكون مكمل لكل المجتمع، بيكون متكامل. الصناعة الناس ديل هم أصحاب أعمال، رجال الأعمال في البلد، فكونهم إنهم ينفتحوا على المجتمع بهذه الصورة وعلى العمل المفروض يكون حكومي ومسؤولة منه الدواوين وكده بهذه الصورة، وتكون كل المنظمات موجودة، وأنا سعيدة جدا بوجود المنظمات الخيرية اللي بتشتغل، ما عارف الواحد يقول عليها خيرية ذاتها بقت بسيطة لما تذكر صدقات مثلا. يعني أنا سعيدة بوجود هؤلاء جميعا في هذه الصالة اليوم، وربنا يحفظكم ويخليكم لمثل هذا العمل.